حينما نتكلم عن الفقر، نحن نتكلم عن قضية مهمة قد تنسف وتهدم بالمجتمعات المدنية عموما، لأن قضية الفقر هي القضية التي جعلت الشعوب العربية تثور، سواء في مصر، سواء في المغرب، سواء في سوريا. قضيتين لدى المواطن العربي والمواطن عموما والإنسان لا تحاول المساس بها أبدا، قضية الحرية والكرامة والأمور المتعلقة بها، وقضية المعيشة وكل ما يتعلق بها، من سواء كان من فقر أو غنى. هذه قضايا تعتبر للمواطن وللفرد عموما هي قضايا حساسة بحاجة اليوم أن تعالج، ومن أهم هذه القضايا هي قضية الفقر. لا يمكن أبدا أن نتفاعل مع قضية الفقر إلا إذا فهمنا هذه القضية بلغة الأرقام. الإحصائية الأولى تقول أن 3 من أغنياء العالم مجتمعين، يعني نجيب أغنى 3 في العالم نجمعهم كده مع بعض، والثلاثة الأغنياء هؤلاء من العالم يحصلون الناتج الخاص بهم ما تحصله من ناتج محلي ل 48 دولة فقيرة مجتمعة من دول العالم النامي. هذا اليوم إحصائية مهمة جدا في قضية الفقر. نحن فريق التحالف من أجل فلسطين، مؤسس في أكثر من دولة، ونحن هنا الفرع اللي في السعودية عن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت الفرق الشبابية. نحن الآن في حي غليل. المنطقة هذه طبعا زي ما هي معروفة جدا أكثر المناطق شعبية، وتحتاج الدعم والمساعدة من قبل جميع المجتمع لتأهيلها وجعل الأسر هنا أسر منتجة وتساهم في خدمة المجتمع. شباب، شفنا البيت الآن، الوضع زي ما أنتم شايفين مأساة، أي عوامل أمطار حتيجي بتأثر في الموضوع، فحنركب الآن بإذن الله سقف خارجي هنجر وسقف داخلي أرمسترونج، على اساس حنركب فيه الادوات والاشياء الكهرباء. ايش طيب بس الكهرباء لازم اولا حنغير بعض الاشياء اللي تحتاج، مثل اللمبات، الافياش، التسليكات اللي تحتاج داخليا. اليوم يعيش لدينا في العالم قرابه النصف، حوالي 3 مليارات إنسان في العالم تحت خط الفقر، ويعيش منهم 1 مليار تحت خط الفقر. إذا اليوم لدينا مشكلة كبيرة مع قضية الفقر. لما نتكلم عن قضية الفقر، ما يسمى بتحت خط الفقر هو الذي يدخل دخله اليومي ما يقارب حوالي 2 دولار أمريكي، أما ما يسمى بتحت خط الفقر هو الذي لا يتجاوز دخله اليومي عن 1 دولار أمريكي. إذا اليوم نحن نتكلم عن مشكلة موجودة ومشكلة كبيرة في العالم. اللي ظاهر الان من البيت كده انه الوضع جدا مأساوي، يعني زي ما انت شايف، يعني ما في لا سقف ولا ارضيه ولا شيء، يعني في البيت لا كهرباء ولا حاجه. فبنحاول نحن ان شاء الله انه نرمم بالمقدره اللي علينا. قدرنا نحن تكلفه البيت تقريبا حتكلف فوق 35,000، بس ما باستطاعتنا يعني، فبنحاول بالامكانيات اللي عندنا. تقريبا جبنا على حدود 10. هذا شيء صراحه يعني يتألم الواحد من شوف شيء ذا، فيحتاج صراحة إلى عمل آلية مع رجال الأعمال والناس القادمين. وإحنا نحل الأمور هذه. وإحنا بنقول شغلة مرة مهمة، مش لازم تدعم من جيبك، يعني مش لازم تدعم بفلوس. ترى بعض الأحيان كده بس مجرد نزولك ومساعدتك، الشباب أظنهم هم اللي حيضربوا البوية بنفسهم، هم اللي حيرموا البيت بنفسهم. يعني القضية بس محتاجة لكم أنتم تكونوا موجودين ونكون حوالين الناس هذه. قبل ما نبدأ المشروع إحنا عندنا أمنية أن نرسم الابتسامة على وجه أهل البيت. شباب بإذن الله نبغى النية الحسنة الآن والنية الطيبة والهمة، ومن اليوم الآن نبدأ إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله بإذن الله. على بركة الله.
كل المجتمعات الآن والدراسات الحديثة تتكلم على أن مسألة الفقر هي مسألة أم المشكلات وأساس المشكلات، بل عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ تعبير عندما قال كاد الفقر أن يكون كفرا. الإنسان إذا كفر بالله ما بعد الكفر ذنب، فتجد المشكلات، المخدرات، المصائب اللي قاعد تصير في البيوت كلها من نتيجة هذا الفقر، بل أحيانا توتر العلاقات بين الزوج والزوجة والأولاد والعوائل، حتى في المجتمع الواحد تجد المظاهرات والمشكلات، ورأينا ثورات الجياع في مصر وفي أوروبا وفي غيرها، هي مشكلة أساسية. كيف نقوم بتحويل مشروع من أناس لا يعملون لا يشتغلون إلى أناس يعملون؟ نفكر بطريقة مدنية حضارية. هذا المشروع أتى بهذه الأدوار، أتى بهذا التطبيق، مو قال لهم خذوا الفلوس وتوكلوا على الله أنتوا عيشوا حياتكم وأيامكم، لا، خذوا هذه الأموال لتتحركوا من لا شيء إلى شيء.